سعيد جدا ان اكون موجود النهارده في البطوله في نادي سموحه طبعا، وبشكر طبعا اتحاد الفروسيه برئاسه الدكتور اسماعيل شاكر طبعا، وكل اعضاء مجلس اداره اتحاد الفروسيه، وبشكر كل الفرسان اللي جم وشرفونا في نادي سموحه واشتركوا في المسابقه. وانا سعيد جدا بالتنظيم، اهم من الفائزين من نادي سموحه واهم من الفائزين من اسكندريه، انا سعيد جدا بالتنظيم وسعيد جدا بالنظام القائم، وفخور جدا بكل حاجه بتحصل هنا على الارض، وفخور بروح التنافس الشريفه وبالعداله التحكيميه وبالرقي وبالشياكه، والحمد لله كل حاجه ماشيه بسلام وبامان، وكل حاجه لغايه دلوقتي في منتهى الدقه، وده شيء يسعدنا ونفتخر بيه، ويا رب مزيد من البطولات. الفروسيه رياضه مهمه جدا، وكل ما بتتسع دائره الفروسيه والفرسان طبعا ده بيشرفنا. فخور ان نادي سموحه للمره الثانيه بيستضيف بطوله الجمهوريه. المره الاولى كانت الحلقه الثامنه من بطوله الجمهوريه انتهت هنا في نادي سموحه، والمره دي بنبدا بطوله الدوري للجمهوريه اللي هم 8 حلقات، اول حلقه منهم في نادي سموحه. طبعا انا فخور على كل التجهيزات اللي بتحصل في نادي سموحه للبطوله دي. طبعا احنا بقالنا فتره كبيره جدا جدا ما جاتش اي بطولات زي دي في اسكندريه، فترات طويله جدا، والحمد لله ان في خلال سنه نقدر نستضيف مرتين هذه البطوله. طبعا انا بشكر لجنه الفروسيه والعاملين كلهم في النادي على الاجراءات اللي تمت عشان خاطر البطوله دي تبقى موجوده هنا، وبشكر لجنه الفروسيه بقياده الدكتور اسماعيل شاكر اللي هو اصر على ان يبقى نادي سموحه من النوادي او من الاماكن اللي يتعمل فيها بطوله الجمهوريه، واتمنى ان احنا نعمل بطوله عالميه في هذا المكان، وشكرا لكم.